الرجل ينقف كاغ مزيان، يعني الراوي الحديث ينقف كاغ مزيان ذي الوصية يوشى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وانت لا تغضب، قال فإذا بالغضب مجمع الشر كله. ينقف بأن الغضب يجمع يعني الشر كله الذي يكون غضوبا، يعني الإنسان يترين غضوب سريع الانفعال، هذا يكون والعياذ بالله قد جمع الشر كله. ونتيجمع الشر ماني ما يجشنت الشر. لذلك كانت العرب أيها الإخوة الكرام، كانت العرب من عادتهم يعني أنهم كانوا لا يسودون الغضوب. العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبر ما ديس النبي صلى الله عليه وسلم، قبر ما ديسك الله سبحانه وتعالى، يعني أعربا تغاثا يعني لا يسودون الغضوب. الإنسان يترين غضوب يعني سريع الانفعال لا يسودونه، يعني وتقنشد السيد خسن وتقنشد الحاكم خسن يحكم، لأنه سريع الانفعال لأنه غضوب. السيد بل كانوا يجعلون السيد عليهم الحليم، يعني وترين حليم الذي يكظم غيظه ويصبر ولا يغضب. لأن السيد أيها الإخوة إذا كان سريع الغضب، السيد يعني الحاكم أو القاضي الذي يحكم الناس، مرنتتر سريع الانفعال، يعني ضغياء يتعصب سريع الانفعال سرعان ما يشتت ويفرق. إذن قد بينت أيها الإخوة في الجمعة الماضية بحمد الله تعالى جملة الأسباب التي تفضي بك إلى الغضب وتدفعك إلى الغضب، فعلينا جميعا أن نحذر هذه الأمور التي توقع المرأة في الغضب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ولأمته جمعاء. وفسرنا أيضا أن قوله لا تغضب وللنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مين يقصد ومسين لا تغضب، أي اجتنب الأسباب التي تدفعك إلى الغضب. يعني المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا لا يعني أنه يكلفنا أمرا لا نطيقه، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم إخي ساخي يعني أخي كلف سجن حاجة وسن زماشة، لأنما مشننا ذي الجمعة يعني الإنسان لا بد أن يغضب، لا بد أن يقع في الغضب، هذه يعني أمر جبلي، أمر فطر الله عليها الناس، لا بد الإنسان أن يغضب. وحتى المؤمنون الصالحون المصلحون يغضبون، ولنا الله حتى الأنبياء والرسل كانوا يغضبون. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ولكن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا أيها الإخوة المقصود هو أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك ثم إياك أن تنفعل، غاك قد تنفعل، إياك أن تنفعل في وقت الغضب، وإذا غضبت إياك أن يصدر منك قول أو فعل في ثنايا غضبك. يعني دير وقت غاثر التغضب غاك قزك دي فخشن وواد نقات يلش الفعل. يعني وثم أيها الإخوة أشرع إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة لبيان العلاج لمن به هذا الداء أو هذا المرض أو هذا الخلق الذميم. إذن فما هو العلاج لهذا المرض؟ من يتعنى العلاج نهرش ونتا أيها الإخوة الذي هو الغضب؟ هل العلاج فيما يظنه بعض الناس أو كثير من الناس؟ وش العلاج بمشتورا ربما أربعة ذنوذان غفر الله لنا ولهم، يعني في أمور لا ترضي الله تبارك وتعالى قدين ربعة ذنوذان ربما خميتي يغضب يتورى العلاج، يعني ميزي غيسلك يخف النس، ميزي غيهد يخف النس، يتورى ديجن حاجة ربما وخنت يتهدن زي سيخ في النص، ولكنه الحجث أن تغضب الله سبحانه وتعالى. مثلا يتجه حينما يغضب يتجه إلى التدخين. هناك من الناس أيها الإخوة من يعني ابتلاهم الله عز وجل بالتدخين، صلى الله عز وجل أن يعفو عنهم، يعني يتجه مباشرة غير يغضب يتجه إلى التدخين، يتراح ديرتك يجبد يعني البكيث وقارو يعني يجبد قارو لأنه بشر يهدن الغضب النص، أو يتجه إلى تعاطي المخدرات أو إلى المسكرات إلى أن يشرب الخمورة، هذا يسول له الشيطان أيها الإخوة. ونتيتخس يعني أذي هدن الغضب النس ولكن أذي يغضب الله سبحانه وتعالى عياذ بالله، فيظن أن هذا قد ينسيه،
يتعتقد بأنه منيا يعني أن ينسيه المشاكل، يعني هذا بالعكس، هذا من مصائب إبليس يوقع فيها كثير من الناس عياذا بالله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذن لماذا أيها الإخوة لا نتبع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والعلاجات الربانية والوصايا النبوية لهذا المرض الخطير الذي يفرق ويشتت ويمزق ويدمر، مرض الغضب؟ إذن ما هو العلاج أيها الإخوة؟ من يتعنى العلاج لهذا المرض على حسب الوصفة النبوية أو على حسب الصيدلية النبوية، الصيدلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما ذكره العلماء أيها الإخوة، أول علاج يعني السيور نخص العلماء بمجرد ما يشعر الإنسان بالغضب، غير الذي يحس الإنسان بأنه يثفث الغضب، أولا أن يعلم أن الغضب جمرة من جمرات إبليس. أول حاجة يخص يسن بأن الغضب قد تدي الجمرة دي انتياجة يعني نتمس عياذا بالله يعني نبريس من الشيطان، أو نفخة من نفخاته، لجن النفخة من نفخات إبليس عياذا بالله. إذن حينما يحس أو يشعر بالغضب، أول شيء، أول علاج يعني أزيس يعارج يخف النفس، أول شيء هو أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. أول حاجة أن يستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن الغضب جمرة من جمرات إبليس. يعني أول حاجة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أول علاج لهذا المرض. أول حاجة أزيس يبدأ الإنسان الغضوب، ولكن أيها الإخوة بشرط أن يعلم معناها، مشات قاسير سوها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن قذين يوذان ربما قان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن لا يفقه معناها، ويسنشن معنى النس وثقاش بقلبه يعني معناها. المعنى ديال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يقول أحتني بك يا الله، أحتني بك يا الله، وأستجيرك يا رب أن تحميني من هذا الشيطان. وذل معنى النس قرس يا ربي أحتني بك، أستجيرك يا ربي، أي تحميد، أي تنجز الشيطان ونتا الذي قد يوقعني فيما لا يرضيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام رأى رجلين يستبان، النبي صلى الله عليه وسلم يتورى اثنين يا يزن يستبان تمزوان يعني تمركان يستبان، وأحدهما غضب حتى من يجزن زيسن يجنزقني يغضب، غضب حتى انتفخت أوداجه وحمرت عيناه، حتى من يعني أفن صدر إصغران نيري ثم يعني احمرت عيناه يعني تطوي النص يعني عمان يعني سمس عياذا بالله، وانتفخت أوداجه بلغ به الغضب مبلغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، الرسول ينسني الصحابة أني تغثنا كذس ينسن إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أو ما فيه، ينسن قنش سنغج الكلمة أو سنغج الجملة مرينت وندها يعني الغضب الإنسان الغضب مرينت لذهب عنه ما يجد، ينسن الرسول قمرين الجملة يثنت أخسي بعد من ينديس لو قال ننس منتعنا يا رسول الله، قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا قالها فإن الشيطان منتك، تخميق الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إبليس الشيطان منتك أيها الإخوة سيثير وسيخنس، يترقر يطرح بعيد يذهب بعيدا، يثير ويذهب بعيدا، وبالتالي ستطمئن نفسه. لابد أيها الإخوة ما دام الشيطان تذيز دي شعر نتمسية، ما دام الشيطان يعني إذا تحرشن غالغضب إذ لابد ما ريبع خس أيها الإخوة، لابد يعني أخسي هدن الغضب ونتا، لابد النفس يعني أتهدن. لذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكن غضبه، سكن أي هدأ غضبه. إذن أول علاج أيها الإخوة ونت العلاج زوارو زغيب ذا الإنسان الغضوب وهو أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. ثم العلاج والسنين أيها الإخوة، العلاج الثاني إذا غضب العبد فعليه بالسكوت، عليه أن يلزم الصمت، يعني أذي يلزم الصمت لا يتكلم، هذا من العلاجات التي ذكرها العلماء هو السكوت أو الصمت، وهذا العلاج سهل والحمد لله. العلاج سهار أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت يعني من صمت عن الشر، يقصد الشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقان قون غيستس من يعني الشر نجا وفاز وظفر بكل خير،
قونتين إنجاز الشر ثم يفوز ذي الخير، إذا غضب يصمت ولا يتكلم، لأنه إذا تكلم أيها الإخوة فليعلم أنه لن يصيب الحق في الغالب، يعني 90% أيها الإخوة الغضوب مرينضق يسخمتي يغضب مرينضق يسور وإذن ما بو أذي ينير حق أيها الإخوة، وإذن ما بو أذي ينضق سيج الكلمة حق، لابد يعني 90% أن يسيء وأن يؤذي، لابد أن يخرج منه كلام موزون. إذن لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصمت أو بالتزام الصمت، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت في هذا في هذه المسائل، يعني في وقت الغضب، أو ليصمت عن الشر مش يعني الحق وجير يسقاخ الحق، لا. وش يقصد بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان مريت يومن صلى الله سبحانه وتعالى ذي يوم الآخر يعني أذي يسقاخ الحق، لا، بل أن يصمت، لأن ذين الفرق ما بين الصمت والسكوت أيها الإخوة. من قال السكوت هو الصمت والصمت هو السكوت؟ ولكن قذين الفرق جارسن أيها الإخوة. السكوت وهو يعني مصدره من الخوف، إذا خميتي يقذ يسكت يعني خاف أن يقول كلمة الحق، يقذ أذيني كلمة الحق يسكت، هذا يعني نقول له أخرس، كما قال يعني الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمارن ضمن الصمت: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت. وقال أيضا: من صمت نجا، من صمت عن الشر نجا وفاز وظفر بكل خير. يعني يختلف مفهوم الصمت في مفهوم السكوت في اللغة. إذن أيها الإخوة الكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: إذا غضب أحدكم فليصمت، أي إذا وقعت في جدال مع أحد، مع أخيك أو مع صديقك أو مع زميلك، وهذا من الأمور التي تؤدي وتدفع إلى الغضب عياذا بالله، إذن ينبغي عليك أن تجنبه، ينبغي عليك أن تجنب الكلام في وقت الغضب. لكن فرضا أيها الإخوة، لنفرض نقول الإنسان وقع في جدال أو في غضب، ربما يوقع ذي الجدال، لأن الإنسان من طبيعة الإنسان يعاشر الناس ويخلط الناس، إذن هذه تنتج الفطرة، فطرنا الله عليها، الإنسان يعيش جيودان يخالط الناس، لابد أن يجادل الناس، لابد أن يقع في الجدال ولابد أن يقع في الغضب. فإذا وقع ونزل وقعت في جدال، أنت الآن في حالة ثوران، في حالة الهيجان، ماذا عليك أن تفعل؟ أول حاجة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أن تلزم الصمت، أن تمسك عن الكلام، لأن الإنسان إذا نطق بسوء في هذه الحالة عياذا بالله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعن آله الطيبين الأطهار وعن صحابته أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، حديثنا لا زال موصولا بإذن الله عز وجل عن العلاجات لهذا المرض، ثم من العلاجات أيضا لهذا المرض له علاقة بالأمور العلمية، هذا العلاج غسل علاقة أجل العلم، وهي إذا غضبت وكنت قائما بالأمور العملية له علاقة يعني العمل أي يعمله الغضوب، إذا غضبت أو إذا شعرت بالغضب وكنت قائما، يعني إيش غضبت ثم أقشت بالدذ، يعني تبدذ ثم يسجد الغضب، فلتحس أنك إذا غضبت وكنت قائما اجلس، يعني فليجلس أنه إذا أحس بالغضب. إذا كنت قاعدا كذلك، إذا كنت قاعدا وغضبت اضطجع، مرقش قيمة ثم تغضبض اضطجع، يعني الزرغة مواض، هذه من الأمور التي ذكرها العلماء إسنادا على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور ويجد العلماء ثم يعني ينس الاستناد على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب رحمه الله قال: إن القائم يكون متهيئ بالبطش، متهيئ للانتقام، يسهل عليه أن يضرب، لأن الإنسان خمتي يبد
يتيري سرخس يعني مرة يغضب يوصل الغضب ثم يبد، يتيري سرخس يعني أذي يوث، يتيري سرخس أذي ينتقم، يتيري سرخس يعني أذي أي حاجة، ثم يعني وأن يقتل وللجالس دون ذلك. ولكن إيش مرة يقيم يتيري ناقص خس باش يعني تيري غاس القوة ناقصة باش أذي يوث نغ أذي ينتقم نغ أذي شنحاج أذي نغ، وإنما يتيري يعني وللجالس دون ذلك. قال وللمضطجع أبعد عن ذلك، المضطجع ونيزر ناثموث يتيري بعيد عن أن ينتقم أو عن أن يضرب أو عن أن يقتل، يعني المضطجع هذا يعني أبعد ما يكون عن الشر. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله لهذا المعنى، يعني القول ونتا يوثز الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يستورخ الفتن، الرسول ما يستورخ الفتن، إن المضطجع يعني في الفتن، إن المضطجع فيها خير من القاعد، إن ذي الفتن الإنسان يتيري المضطجع يعني يزرغ ثموث خير من القاعد خازقون يقيمن، والقاعد خير فيها من القائم، والقاعد خازقون يبدن، والقائم خير من الماشي كذلك وني بدن خازقون يقوان في وقت الفتن، والماشي خير من الساعي كذلك وني قوان خازقون يعني يتزرن يقوى بسرعة. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه، والوصايا التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لنا أيها الإخوة يجب أن نتبعها. واليوم أيها الإخوة قد بلغ إليه العلم، يعني مر من خفي وصى النبي صلى الله عليه وسلم ومر من خفي السور الرسول ذي الوصايا ثنا، يعني انهار العلماء أو بعض البحوثات بعض العلماء النفسيون الأطباء النفسيون يعني السورا السور نخل مسألة يثني الغضب، فبلغوا إلى أن الإنسان علماء النفسيون الأطباء النفسيون يعني البحوث ذات نسن أن قال إنسان مرة يغضب ينبغي عليه أن يغير الكيفية، أن أنت العلماء ماشي مسلمون وجين بوذي المسلمين أن نش الإنسان مرة يصد الغضب يخساء أذيغية الكيفية النس الكيفية يوم قال مرة تغثي دكشن حاجث أتيغية تغثي بد أذي يقيم ممشينا النبي صلى الله عليه وسلم تغثي قيم أذي يصدر تغثي قوى يعني أذي بد تغثي قوى بسرعة أذي شوي شوي تغثي دكشن حاجث يسقوى طنوبين أذي يسبد، يعني أن يغير كيفيته. وقد صدقه ذلك يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمان، الرسول السيور خسكتازي 1440 سنة الذي لا ينطق عن الهوى، قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عليه الغضب وإلا فليضطجع. ثم أيضا أيها الإخوة من العلاجات التي تعالج الغضب أن تعرف حينما تكظم غيظك، يستسند بأنه مرشك يعني كظمت غيظك أنك عفوت عن الناس، تعفوض خي الجن يضرميش، تعفوض خي الجن أنه أساء إليك يسغضبش، يجن يغضبش ولكنك شك يعني تعفوض خاز. وهذا يرجع إلى الأمور العلمية، أنك حينما تكظم غيظك وتحبس غضبك وتملك نفسك أنك ارتفعت لرتبة عالية، ستسن بأنك مش حرمة تعفوض خي وذان، تعفوض خي الجن يسغضبش، قشك يعني طواف عضغة يجن المرتبة عالية. يعني يتمناها كل واحد، المرتبة ثانية أي واحد يتمنت وهي رتبة المتقين أو رتبة المحسنين، قول الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والجنة ثانية الله عز وجل يسوجدت يهيئت المتقين. إذن عندما يغضبك أحد ويكون سببا في أذيتك فتكظم غيظك وتملك نفسك، يعني كنت في رتبة سافلة، في الأول تغش جقش جيجن الرتبة يعني سودة سافلة، ولكن بمجرد أنك كظمت غيظك ارتفعت إلى رتبة عالية، تنتزي الرجولة أيها الإخوة، بالعكس ماشي يعني تورت زي قلة الرجولة، بل بالعكس يعني من الرجولة، وهي رتبة المتقين المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يستور خصم الله عز وجل، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن بسبب هذه الصفة الحميدة أيها الإخوة وهي كظم الغيظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من كظم غيظه، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. الرسول قرن قيش المرا يعني يصبا يملك يخفي نسدي في الوقت الغضب، ثم كظم غيظا يعفوخ الجن يصغض بيض، ولكنه انت إزمازي سينتقم إزمازي يوث إزماز يعني خاص يقضى إذا ما غاس القوة باش خاص يقضى أثيمحى نغاثي السكغار يحبس نغاثي شان المصيبة، ولكنه كظم غيظه
لوجه الله تبارك وتعالى. يعني قدم الله سبحانه وتعالى يعفو خس، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ونتة يوم القيامة أزدراغ الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين. هذه استخرى الله عز وجل يوم القيامة ذي حور العين ما شاء، ما مشي خز. كل ذلك أيها الإخوة بسبب هذا الأمر، أنه ملك نفسه عند الغضب. وربما النذي الجمعة يعذون، يعني النبي إن يعني ليس الشديد بالسرعة، يعني ونشث النيوذان ماشي القوي البطل قانتي ونشث النيوذان ونكسي نيوذان يغطري ثنغاث موات السرعة بالصاد السرع نقارس يعني ونطا إسرعيت جنون غضرنت جنون أسرعه، يعني ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الرسول قال الشديد البطل القوي هو ون غيم ملك يخفنس في وقت الغضب. ثم من العلاجات أيضا أيها الإخوة الدعاء الذي ذكره العلماء حينما تكون في حالة الرخاء. تشمغثر دي الحالة الرخاء تشمغثر دي الحالة جيدة يخصج دائما أتدعي الله عز وجل الطلب ذي الله عز وجل أن يوفقك في حالة الغضب. تشمغثر المزيان في حالة الرخاء يعني تطلب الله عز وجل أن يوفق في حالة الغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، كان يقول: اللهم إني أسألك كلمة الحق في حالة الغضب والرضا. ثم أيضا من العلاجات أيضا أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله عز وجل، يعني زي العلاج الغضب وهو أن تكثر من ذكر الله عز وجل، يعني أذكر الله عز وجل كثيرا. لأن أيها الإخوة فالغضب سببه هو أن القلب يهيج، إذا متى يغضب سبب أن القلب تيري يهيج، الدورة الدموية تيري يعني مسرعة، الدورة الدموية تيري مخابقة يعني تخابق يعني تيري مسرعة. والقلب يعني والنفس هنا يحتاج إلى السكون والاطمئنان. القلب هنا يحتاج وثغي سكنن يحتاج وثغي اطمئنن. فالله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ذكر الله عز وجل تطمئن القلوب. ثم أيضا من العلاجات أيضا أيها الإخوة لهذا المرض، وهو حينما يحس الإنسان يعني لرفع حرارة الغضب، فعليه أن يتجه إلى الوضوء أن يتوضأ. فالغضوب لأن الغضب ممشننا جمرة في قلب كل إنسان، الغضب تدرج انتياج تمسي تشعر قر الإنسان، لهذا تجده تحمر عيناه يسخمتر يغضب توريت يعني الطون النس تزويغا يزغران النس توفن، لأن غاسياجة قر النس في قلب كل إنسان، لهذا تجده قلنا تحمر عيناه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الغضب أنت يتكذي الشيطان، والشيطان خلق من النار. يعني ما يمي رضو ربما شيء جنشي ما يمي رضو منت العلاقة نرضو أجل الغضب، لأن الشيطان يخلق زي تمسي أيها الإخوة، والغضب يكذي الشيطان، وإنما تطفأ النار بالماء. وذنبوش المادة أيها الإخوة قد تخمسي من غير من، ليس هناك مادة تقضي على النار إلا الماء. لهذا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالوضوء أو بالاتجاه إلى الوضوء في حال الغضب. وعن معاوية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. هذا في رواية قال فليغتسل، وفي رواية فليتوضأ. سأل الله العفو والعافية، سأل الله التوفيق، سأل الله أن يوفقنا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وكما نسأله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الأخ يطلب منا الدعاء، يعني من أولاد العرب، أولاد العربي عفوا، يطلب منا الدعاء وتصدق بمبلغ 1000 يورو، ثم يطلب الدعاء لابنه بالزواج الناجح. يطلب دعاء من ميس الزواج يعني الصالح الناجح. سأل الله عز وجل أن يوفقه، سأل الله عز وجل أن يصلحه يا رب العالمين، سأل الله عز وجل أن يجعله من الصالحين المصلحين، سأل الله عز وجل أن يرزقه زواجا صالحا مصلحا، وأن يرزقه زوجة صالحة مصلحة مؤمنة تعينه على ذكره وطاعته، تعينه على تربية أولاده يا رب العالمين.
أسأل الله عز وجل أن يصلحهم، أن يصلحهم جميعا، وأن يحفظهم من كل البلاء والبلوات، الخارجين من الأرض ونازلين من السماوات. فكذلك الأخ يطلب من الدعاء لنفسه ولأسرته بالصحة والهناء. أسأل الله عز وجل أن يرزقهم صحة هنية يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. أسأل الله عز وجل أن 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 يصلحهم في دينهم أولا وفي دنياهم وفي أخراهم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم، أن يحفظهم بعينه التي لا تنام، وأن يحفظهم بما حفظ به ذكر الحكيم، وأن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أطراس ويرحمكم الله، أقموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Best brothers and sisters, we hebben het vorige week gehad over woede en boosheid. En deze week gaan we er ook even over door. Voornamelijk hoe wij daarmee kunnen omgaan. Wat wij daartegen kunnen doen, wat de middelen zijn om woede en boosheid tegen te gaan. We hebben het vorige week gehad over de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat een man naar hem toe kwam en hem om advies vroeg. En dat hij 3 keer tegen hem zei, word niet boos, word niet boos, word niet boos. Het zeggen, het niet boos worden, wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wat hij zei, wat ook inhoudt, is dat je de middelen of de redenen die jou leiden naar boos worden of naar woedend worden, dat je dat ook vermijdt. Want alles heeft zijn inleiding of datgene wat ermee begint, wat het veroorzaakt, wat het wakker maakt. Want als we gaan kijken naar onszelf of om ons heen, de meeste problemen of het meeste kwaad wat ontstaat door woede, door boosheid. Ja, nee, het komt maar weinig voor dat je iemand zou zien waar slechtheid, waarvan je iets ziet wat slecht is of wat kwaad is, dat je zou zeggen deze man is blij. Het ontstaat wanneer je juist boos bent, wanneer je woedend bent. En daarom is het dus ook belangrijk wat we weten, wat de middelen zijn, zodat wij niet boos worden. Want denk, laten we allemaal zelf nadenken over onze eigen leven. Als ik het mag hebben over mijzelf, 9 van 10 keer wanneer mij wat is overkomen, elke keer wanneer ik boos ben geworden. Elke keer wanneer ik boos word, zeg ik iets verkeerds, doe ik iets verkeerds, en het wordt alleen maar erger en erger. Het is nooit minder geworden. Want het is iets kwaads. Ja, en dat hebben we vorige week ook uitgelegd. Boos worden of woedend worden is niet goed. Tenzij je dat doet omwille van Allah. Maar we weten allemaal dat wij dat helaas niet worden omwille van Allah. Maar omwille van wereldse zaken, omwille van geld en noem maar op. En zelfs voor de islam, voordat de profeet sallallahu alayhi wa sallam was gezonden naar de mensen,
En voordat de mensen volgens de islam leefden, was al degene die niet woedend werd, of die zachtaardig was, die kozen zij uit als hoofd van de stam, als leider. En dat is ook allemaal voor ons te begrijpen. Al zouden wij mogen kiezen tussen een aantal mensen. De laatste wie wij zouden kiezen, zou degene zijn die het meest boos wordt. Dus zeggen, waarom zouden we hem kiezen? Hij wordt alleen maar woedend, hij wordt alleen maar boos. En wanneer hij boos wordt, begint hij alleen maar... Al het kwade komt daarmee. En als we het hebben over de middelen tegen boos worden, dan bedoelen we daarmee niet de juiste middelen. Waarom de juiste middelen? Sommige mensen, wanneer ze boos worden, wat doen ze? Ze gaan roken. Wat doen ze? Ze gaan drinken. Word ik rustig van. Of ze gaan drugs gebruiken. Om wat hij denkt tussen zijn oren. Ja, ik word daar rustig van. Mijn woede gaat weg. Maar wat gebeurt daarmee? Hij maakt alleen maar nog erger. Waarom? Want hij maakt zijn Heer boos. Want daarmee, met wat jij doet met die verboden zaken, maak je Allah boos. Je hebt het alleen maar nog erger gemaakt door te denken, maakt niet uit, ik word rustig. Nee, geloof mij. Als jou je Heer boos maakt, woedend maakt, dan zal het alleen maar nog erger worden. Ook al voel je dat of merk je dat niet gelijk. Want wat daarna komt, wordt nog erger. Want het is niks ergers dan de straf van Allah Ta'ala voor de zaken, verboden zaken die wij doen. Oké, maar wat zijn nou de middelen die wij als moslims kunnen gebruiken zodat wij niet woedend worden? Of nadat we woedend zijn geworden. Natuurlijk is het beter om te voorkomen of te vermijden dat je boos wordt, maar zoals we zeiden, je kan het soms gewoon niet voorkomen. Want waarom? Allah heeft ons zo geschapen. En het is niet iets van deze man heeft het geërfd of deze man heeft het gewoon van zichzelf, hij heeft het veroorzaakt. Nee, Allah heeft ons allemaal met eigenschappen geschapen. Goede eigenschappen, slechte eigenschappen. Maar hij heeft ons ook geleerd hoe wij daarmee moeten omgaan. En de geleerden hebben dat een beetje opgesomd. En de eerste daarvan is dat je toevlucht zoekt bij Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bij woede, wanneer je boos wordt dat je dit zegt. Want waarom? Het kwade, het slechte, komt van de duivel. De duivel wil jou boos maken. De shaitan wil jou boos maken. Want waarom? Zoals we net hebben gezegd, als je boos wordt, als je kwaad wordt, woedend wordt, wat gaat er gebeuren? Komt alleen maar het kwade. Alleen maar kwaad. Het komt geen goedheid met boos worden. Want je kan niet nadenken. Je kan niet helder nadenken. En alles wat je dan al gaat zeggen is al fout. Wat je dan al gaat doen is fout. Maar we moeten ook de betekenis ervan weten. Dus elke keer dat wij zeggen, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." En wat het niet weten van de betekenis is ook niet juist. Jij zoekt jouw bescherming, jouw toevlucht bij Allah tegen de duivel. Ten tweede, zwijgen. Dat wanneer je boos wordt, dat je moet zwijgen. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wanneer iemand van jullie boos wordt, laat hem zwijgen. En er zit wijsheid in, want wat je gaat zeggen, zoals we net al zeiden, je denkt niet al daarna, je bent emotioneel, je bent boos. Je gaat alleen maar verkeerde dingen zeggen. Je gaat alleen maar verkeerde woorden gebruiken. Waar je uiteindelijk zelf ook spijt van gaat krijgen. Want wij weten allemaal wat er met ons gebeurt. Wat gebeurt er met je hart wanneer je boos wordt? Niemand gaat mij vertellen, ik word gelukkig. Ik voel me goed. Je voelt je juist verdrietig. Je voelt je juist zwak. Je voelt je juist overwonnen door de duivel. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, ook in een andere overlevering. Hij zegt, degene die in Allah in de laatste dag gelooft, laat hem het goede spreken of zwijgen. En het geldt in alle zaken. Als je goed wilt spreken, als je wilt praten, praat goed of hou je mond.
En niet andersom. Dat wanneer jij goede dingen wil zeggen, nee, weet je dat, laat maar. Maar als het slecht dingen zijn, mashallah, dan raadt dat iedereen. Maar als het om goede dingen gaat, nee, andersom. Praat goed. En wil je slecht praten, praat slecht over jezelf. Maar 9 van 10 keer, wanneer wij slecht praten, praten we alleen maar over anderen. En wanneer we goed praten, ja, wij zijn goed, ik ben goed. Dat is niet zo. Ten derde, als je staat, dat je gaat zitten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, als er iemand van jullie boos wordt, en diegene staat, laat hem zitten. Als zijn woede niet weg is, laat hem liggen. En dit is ook bewezen door niet-moslims. Die zeggen dat ook. Wanneer je woedend bent, verander jouw houding. Doe iets anders dan in een toestand waar je in verkeert. Ten vierde, het inhouden van je woede. Dat hebben we vorige week eigenlijk al gezegd. Maar dat herhalen wij. Allah Ta'ala zegt over degene die zijn woede inhouden en degene die hun woede inhouden en anderen vergeven. Allah houdt van de weldoeners. Wanneer jij dat doet, en veel van ons denken niet zo, helaas. Wij denken juist, als jij je mond houdt, ben je zwak. Ben je een mietje. Ben je een loser. De meeste mensen denken zo. De meeste mensen zeggen zelfs tegen jou, pik je dat wat hij zegt, of pik je datgene wat diegene zegt. Ja, en ze sporen je aan tot het kwade. Nee, je moet juist je mond houden. Wij moslims luisteren naar de advies van Allah Ta'ala wat hij in de Koran zegt en naar onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. En naar de mensen die ons dat verkondigen en naar de mensen die ons dat leren. Want het verheft juist jouw status. Wij denken, nee, je wordt... Nee, Allah zou jouw rang, jouw gradatie zal die juist verheffen als jij je inhoudt, als jij je mond houdt. In plaats van dat je boos wordt, in plaats van dat je gaat schelden en andere dingen gaat doen, terwijl jij wel wraak kan nemen. Jij kan wraak nemen, maar wat doe jij? Jij kiest ervoor? Voor wat? Jij kiest voor jouw Heer. Om te zwijgen, om je mond te houden. Ten vijfde, het doen van dua. Je vraagt Allah. Wij vragen alles aan Allah. Als het goed gaat met ons, bedanken wij Allah. En als het minder goed gaat, wanneer wij boos worden of wanneer wij iets doen, verkeerds doen, dan doen wij dua bij Allah, dat hij ons daarbij helpt in alle situaties. Ten zesde, het gedenken van Allah. Dus dua doen is dat je hem vraagt, maar het gedenken is ook dat jij hem prijst, dat jij astaghfirullah zegt, dat jij alhamdulillah zegt en andere woorden die Allah tevreden stelt. Want het is uiteindelijk met het gedenken van Allah, zoals Allah Ta'ala dat in de Koran zegt, en is het niet het gedenken van Allah wat de harten tot rust brengt. Als je Allah gedenkt, zal je inshallah jouw hart tot rust komen. Ten zevende, het verrichten van wudu. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, voorwaar woede, niet wudu, maar woede, boosheid, is van de duivel. En de duivel is geschapen van vuur. Hij zegt daarna, en water dooft het vuur. Dus wanneer iemand van jullie boos wordt, laat hem woede verrichten. Een andere overlevering, laat hem zich wassen. Want je kookt, je kookt. Als het, ware, het is een soort, zoals ze zeggen, diegene laat mij koken. Het is echt zo, want je wordt warm. En wat jouw warmte en jouw laat doven, jouw woede laat doven is water. En sterker nog, woede. En zoals ik zeg, het is niet een zwakte dat je juist inhoudt, dat je juist zwijgt. Dat is juist de sterke persoon, zoals wie dat zegt, weet de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt, de sterke van jullie is degene die zich beheerst bij wat? Bij woede. Niet dat diegene zich inhoudt bij andere zaken. Juist bij woede, wanneer jij je inhoudt, want dat betekent dat jij jezelf beheerst. Het is niet wat wij denken, wat we bij anderen zien. Dat hij naar iedereen uithaalt. Als er over hem wordt gepraat. Of als er wat over hem wordt gezegd.
dat hij gelijk verhaal gaat halen. Nee, laat hem praten. Wallahi, dat iemand over jou praat, daar denken wij niet bij na, is beter voor jou. Jouw seyyi'at gaan weg. En je krijgt zijn hasanat. Waar word je boos om? Laat hem praten. En als laatste, om al deze middelen, of de meeste ervan, nadat je wudu hebt verricht, bid 2 raka. Bid 2 raka, want de meeste die ik hier heb opgenoemd, dat je toevlucht zoekt bij Allah, dat je dua doet, dat je hem gedenkt, dat jij verandert, je staat.